السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد منهج هيدوي أكاديميك سكول من أهم المناهج على مستوى العالم لتعليم اللغة الإنجليزية، لأنه يشتمل على نظام متقدم جدا، يعني ملائم لتعلم اللغة الإنجليزية جميع المستويات وجميع الفئات العمرية. النسبة اللي احنا نتحدث عنها، الليفل اللي احنا نشتغل عليه في الدراسات العليا الماجستير، هو الليفل 2 حقيقة، اللي يتكون من كتابين. الكتاب الأول يدمج المهارة رقم واحد، المهارتين رقم واحد واثنين، اللي هن اللي listening الاستماع، speaking التحدث، and study skills. هذا بالنسبة للكتاب الأول اللي يتحدث عن المهارات الأساسية اللي بالنسبة للاستماع والتحدث، اللي يحاول يطورهم من خلال مجموعة من ال يعني احنا نسميه ترانسكريبتات الصوتية. الصراحة راوكم اياها كلها، ماشي. والكتاب الثاني هو الكتاب اللي هو الكتاب القراءة والكتابة، اللي هو تقريبا تركز عليه الجامعات الآن، خاصة بإعداد الأسئلة النهائية في نهاية الكورسات. فراح إن شاء الله أقدم لكم عرض سريع عنهن. الأكاديميك سكيل ريدنج أند رايتنج أند ستدي سكيلز، يعني يفترض هو ان اكو مستوى يسمونه المستوى الانترودكتوري اللي هو التمهيدي، بعد ذلك المستوى رقم واحد ليفل واحد اللي هو ليفل 1، بعد ذلك نوصل اللي هو ياخذونه بالدبلوم العالي، بعد ذلك ليفل 2 اللي هو بالماستر، بعد ذلك ليفل 3 بالدكتوراه. الليفل 2 هذا اللي احنا راح نحتاج نتعلمه، اللي هو يعني المستوى الثاني، يتكون من 10 وحدات. أول وحدة هي الانترناشونال ستودنت، الطالب الدولي، ويقدم لنا يعني مجموعة من القطع الرئيسية بها، يتحدث بها عن كيف تملأ فورم معين. طالب هذا اللي هو يعني يحمل الجنسية البريطانية اللي اسمه إليوت، ويتحدث عن نمط القراءة. انترناشونال ستودنت، طالب الدولي، ماشي، ويقدم لك به يعني فكر بسيط، أول شيء يعني يمهد لك بالأفكار، ينطيك القراءة، يقول لك going abroad to study يعني الذهاب خارج البلاد لكي تدرس، وينطيك مجموعة من الأسئلة، ويعطيك مجموعة من الأفكار، يختصر لك يطلع لك الكلمات الرئيسية اللي موجودة بالقطعة، ويبدأ يعرض لك مثلا هذه الوحدة الأولى تتحدث عن من، عن الرسائل اللي يرسلها الطالب، عن الفورمات اللي يمليها، عن الأسئلة اللي يستخدمها، عن البيانات اللي يملكها، عن هويته وأحوال المدنية أو جواز السفر اللي يعني يمتلكه. قدم لك إنه يركز على application for accommodation، التقديم على يعني على الإقامة. أيضا يتحدث هنا عن effective reading، عن أنواع القراءة، ويحاول من effective reading اللي skimming, scanning, intensive reading. ايضا هنا يتحدث عن رساله غير رسميه اللي يتحدث dates, food, personal information، عن التواريخ، عن اطعمه، عن المعلومات الرئيسيه، عن ترانسبورت، النقل، كمبيوتر اكسس. وهنا ينطينا امثله. طبعا هنا عمليه التطبيق هو من خلال فهم وترجمه، وبنفس الوقت يحاول قدر الامكان بانه يعطينا بعض القواعد خلال عمليه الشرح. كتابه الانشاء، هنا writing an email، يقول لك هنا imagine you are going to stay، لكن تخيل انك راح تبقى. Your family short course, write them an email for about 100 words. كلمة. هنا اللي باللون الأزرق هو يعني الملاحظات اللي موجودة على كتابة الإنشاء، مثلا capital letters at the beginning of the sentences and full proper nouns، يعني شو يعني نكتب الكابيتال letters، full stops اللي هي نقاط اللي تنتهي بها الجمل، question mark علامات الاستفهام، spelling mistake الأخطاء الإملائية، spell checker to check your spelling يعني يعطيك توجيهات. اوكي، ايضا هنا يعطيك الفوكابولري ديفلوبمنت، تطوير مفرداتك من خلال العمل على القاموس ديكشنري وورد، put the following words into alphabetical يعني نضع على شكل نظام الفبائي عملية يعني هذا توجيه، حتى يعني يكون عندك القراءة، يعني هو الكتاب كله تحت باب القراءة، يعني التذكير. brainstorm, scan, question, accommodation, dictionary, biography. هنا ينطيك باللون البرتقالي إذا تشوفه، ينطيك يعني مهارة جديدة، هي مهارة أقسام الكلام اللي هي الستريس، الرموز الصوتية، pronunciation، التلفظ، definition، تعريف، example sentences، ويعطيك عليه أمثلة. هنا
يعني حتى ينطيك مثلا، بعد ذلك ينطيك مجموعة من الجمل ويقول لك حددها من يا باب هنا، هل هي مثلا خلينا نقول مقطع صوتي، أم هي قسم من أقسام الكلام إلى آخره. كده الحالة هنا أنا أيضا pronunciation stress syllables، يعني المقاطع الصوتية، يعني أجزاء الكلام، associate words grammar. هنا أنا مثلا make words card of underline، يعني I'm studying chemical، ينطيك مثلا يقول لك make words cards and underline words from 1 to 6، use your dictionary، حاول قدر الإمكان يدمج بينك وبين القاموس، وهنا الكلمات اللي تحتها خط، يعني أنت تبحث عن مثلا معانيها أو حسب المطلب. ممكن الأستاذ مثلا أستاذ اللغة الإنجليزية اللي دارسك يطلب من عندك أنه يعني تنطي تعريف إلها، ممكن أنه يعني ينطيك الجملة هاي ويمسح الكلمة اللي تحت خط ويطلبها بفراغات أو اختيارات. يعني هنا أكمرونا بصياغة الأسئلة. هنا ريفيو يعني معناها مراجعة. complete the visa application from about you، تكلم عن نفسك. print family name، تحدث عن طريقة ملء استمارة. family name اسم العائلة. date of birth تاريخ الولادة. place of birth مكان ولادة. nationality passport إلى آخره، المعلومات الكاملة اللي ممكن ما استمارة أنت. وهنا شوفوا هنا أنا أركز على نقطة مهمة، أنه يجب أن يعني يكون عندنا فهمنا نمط الأسئلة، كل حسب نوعية الكتاب. ثاني هنا يقول لك your dictionary to correct the spelling، سؤال هنا يقول لك أريدك تصحح لي الكلمات دني، هذا فعل مكتوب بطريقة خاطئة تقوم عملية يعني تعديله، بوت حسب الزمن اللي موجود ماشي. apply هنا طريقة، هنا عندنا مثلا shelves كعينة بسيطة، هنا تدرون انه الاف عملية الجمع نحذفه ونحوله الى في ونضيف الاس وهكذا. عندنا مثلا اليونت رقم 2 اللي هو نفس الحالة، اللي هو ايضا يطلب من عندنا ان نقرأ القطعة اللي موجودة اللي تتحدث عن المدن، هنا عن السياحة، اختار عينات مثلا هنا سنغافورة ماشي، ويتحدث ايضا عن مملكة المغرب، ويتحدث عن يعني عن ويلز الى اخره من الممالك اللي موجودة هنا. ويرجع يقول لنا انه بعد قراءتك لهذه البلدان الثلاثة يعني يطلب من عندك بعض المطالب المهمة اللي تتعلق مثلا لوكيشن الموقع، بورت اند ديت، التواريخ المهمة تتعلق الايكونومي، الاقتصاد، الاتراكشن، يعني عناصر الجذب الموجودة، اللغات الموجودة في كل بلد على شكل جدول. هنا يعني طريقة الأسئلة ممكن تكون يعني من خلال الفراغات، ممكن الاختيارات، المهم يطلب من عندك الفهم العام. بعض الأمور اللي يطلبها أيضا هي البرين ستورم، العصف الذهني، الأفكار، إنه شلون تجيب محاكاة، ناسين مم أن أنت مم من المرادفات والمعاكسات، وأيضا هنا تسجيل المرادفات، يمكن الأستاذ منك يطلب مرادفات. لكن أنتم مثل ما تعرفون بأنه هذا النمط يعني احنا نتعامل مين كطريقتين، الطريقة الأولى بأنه أنت تدرس من أجل أن تنجح نهاية السنة، وتقريبا هو هذا مطلب الأغلبية من طلبتنا الأعزاء. البعض يقول لك لا أنا أريد أتعلم، إذا تريد تتعلم وفق هذا المنهج العالمي هنا لازم تشتغل على اليمن على بارتنر وياك، على شريك وياك، وتبدي أنه تشتغل على القاموس وتسوي نظام محاكاة يعني للكلمات، وتبحث عن البدائل، وتحاول أنه تربط العلاقات بعضها ببعضها. أما يعني إذا أنت تشتغل على نمط الامتحان، فالامتحان هنا يعني حقيقة مثلا يعني مناط، هنا عندنا بعض مثل ما تعرفون مناط مجموعة من الأسئلة سراوكم إياها، مثلا ريدنج تيست، عندنا هنا مثلا مجموعة من الأسئلة أعطيكم عينة مثلها من أمثالها، مثلا هنا يعني هذا نوع من الأمثلة، يجيب لك هكذا نوع يعني برمجوا لك هيك أسئلة. إحنا مثلا تحدثنا بالفصل الثاني عن المدن الرئيسية، فهو ما يجيب لك نفس المدينة، يجيب لك مدينة مشابهة لها، مثلا يقول لك بيروز لوكيتد ان نورث ساوث أمريكا إلى آخره، ويخلي لك كلمات يعني جواها خط مثلا كوارتر، مثلا خط الاستواء، يعني ثلاث باراجرافات مثلا، وبعدين يطلب من عندك مطالب هنا حسب اللي فهمته انت بالقطعة، يعني عملية يعني اختبار لمستوى الفهم اللي عندك. بارت 1 choose the correct heading او paragraph، ساوث امريكا مثلا، يعني مثلا هنا انت قرأت يعني على سبيل المثال ان passage 1 بيرو is located، تقع البيرو in the north south america، north of south america يعني تقع في شمال امريكا الجنوبية. It has the Pacific Ocean يعني المحيط الهادي. In the west في الغرب يقع إكوادور عن كولومبيا. إكوادور عن كولومبيا. In the north في الشمال برازيل. To the east and Bolivia. To the south بوليفيا للجنوب. It is just south of the يعني equator يعني جنوب خط الاستواء. And covers an area بمساحة قدرها 1,280,000 كيلومتر سكوير، كيلومتر 1,280,000 يعني ألف كيلومتر مربع.
فمن يسألك هنا يقول لك الباراجراف هنا يقول لك اوكي تشوز ذا كوركت هيدنج، اختر عنوان للمقطع رقم واحد او الباراجراف واحد. فيطلب منك ذا سايز اوف بيرو، هل الحديث كان عن يعني عن مساحه البيرو؟ لا الحديث كان مو عن مساحه البيرو. ساوث امريكا، عن جنوب امريكا، اوكي لوكيشن اوف بيرو، نعم عن يعني عن موقع البيرو، اند ذا باسيفيك اوشن او ذا باسيفيك اوشن اللي هو المحيط الهندي. فهنا هذا يسمينه الكومبرهنشن، يعني احنا اسئله الاستيعاب، في يعني يسال يشوف مستوى استيعابك. هذا نمط من انماط الاسئله المتداوله، هو الباكج اللي يجي ويا يعني نمط اوكسفورد، يعني يعطيك الكتاب ويعطيك طريقه التدريس ويعطيك نمط الاسئله بالنسبه لكتاب الريدنج. عندنا ايضا اختبرك، يعني يقول لك اختيار تشوز ذا كوريك هيدنج هنا، او يطلب من عندك مثلا ماتش اندرلاين وورد، يعني قم بمطابقه الكلمات اللي تحتها خط. مثلا احنا عندنا رقم خمسة مثل ما تشوفون هنا، رقم خمسة اللي هو الماتشنج الايكواتر، وهذا اللي هو خط الاستواء خمسة. فبنيجي النقطه رقم خمسة نقول له ماتش ذا اندرلاين وورد، قم بمطابقه الاندرلاين وورد كلمات تحت خط وذا ديفينيشن مع التعريف. فنقول له هنا التعريف الموجود اي يعني اللي هو ايكواتر اللي هو خط الاستواء، نقول تعريفه شنو، شلون التعريف؟ the border with the country يعني الحدود مع البلد، the imaginary line around the middle of the earth يعني يقول له الخط الوهمي around حول منتصف الارض، وهذه الاجابه الصحيحه، the coastline الخط الساحلي or the continent القاره، وهكذا. اذا الاجابه به هي الصحيحه. هذا نمط من اسئله الريدنج اللي جينا، match underline يعني ثبت اسم معين. عندنا ايضا من الاسئله ايضا هذا عينه اخرى، قطعة أخرى هم مشابهة، طبعا ها مرادفة نفس الفكرة الموجودة بالقطعة رقم 3، يعيد لك إياها لكن بأسلوب جديد ويختبر مستوى فهمك للأشياء. مثلا أنا يعني What's the writer's main aim، ما هو قصد الكاتب الرئيسي. What's the author opinion، ماذا كان رأي الكاتب. مثلا What does were referred to in the following sentences، What does they، ماذا نعني بالظرف أو يعني الضمير they، يعني ماذا يشير من خلال. إذن حتى ضمائر حتى الافعال هنا أنا لازم نقراها، لازم نعرف دلالاتها من خلال الفهم. اذا مثل ما تعرفون بانتصار المنهج هذا يعتمد على الفهم بشكل يعني رئيسي، انه يجب ان تعرف الدال والمدلول بالنسبه للمعنى وليس فهم القاعده فقط. نعم افهم القاعده من اجل تحديد الظرف والزمان والمكان وطريقه الصياغه والكتابه، لكن الاهم من هذا كله بانه اعرف المدلولات، اعرف الصفه، اعرف الفعل، اعرف المعنى. مثل ما هسه مثلا على سبيل المثال باللغه العربيه تسال انت وتجاوب، يعني مثلا خلينا نقول مثلا ذهب مثلا خلينا الولد الى المدينه، مثلا خلينا نقول المدينه هل هي كانت وجهه الولد ام كانت وجهه لشخص اخر. ففكره يعني انت لازم تدركها، وهي حقيقه ليست بالامر اليسير بالنسبه لطالب يعني قضى حياته كلها فقط ياخذ كلمات متقاطعه ويحل قواعد وكذا. وهذا المنهج يعني حقيقه من المناهج المتقدمه جدا اللي يحتاج الى نوع من التمهيد وترتيب الأفكار. حقيقة هذا الجزء المتعلق بالريدينج أنا أخذته على عجالة يعني بكثير من الأشياء. أما الجزء المتعلق بال يعني الليسنينج أند سبيكينج حتى يعني أتعرض له بشيء من التفصيل، هو منهج قائم على أساس أنه يقدم لك أيضا 10 وحدات المعرفة تقريبا متقاربة، لكن شنو هنا يعني ينطيك مجموعة من الأوديوات يعني هنسميها المقاطع الصوتية، ويطلب من عندك تستمع لها وتطابق معها مع يعني مع المقروء. وحتى يعني شوف هاي العلامة، انتبه لهاي العلامة، علامة القرص، هي يعني يقول لك listen and answer the question، يعني لازم انت تنصت. مثلا هنا listen and answer the question، تنصت لسيدي وبعد ذلك انه يعني يقوم المعلم بمساعدتك في الفهم وبعد ذلك الإجابة. تشوف هذا الكتاب يعني مليء بالعلامات الصوتية اللي هو يعني حقيقة يدل على وجود نظام صوتي يجب أن تستمع له على ضوء تفهم وتملي الفراغات اللي موجودة هنا. وهذا الملف الصوتي مالت يعني المنهج تشوفونه، منهج اللي هو ليفل 2 يتكون من هذه قرصين. القرص الأول هذا اللي هو إذا تسمعونه وياي Headway Academic Skills Level 2 Listening, Speaking and Study Skills by Sarah Philpott and Leslie Koenig. اوكي فمن يجي مثلا على سبيل المثال يجي هنا يعني
Hey Annie, I'm glad I've run into you. Have you got yesterday's book list? Yeah, but not here. Oh, any chance you could send it to me? Of course, what's your email? It's Emily, that's E-M-I-L-Y dot Shaw, that's S-H-A-W, at Interphone, I-N-T-E-R-F-O-N-E dot com, all small letters. As you can see from the graph, the urban population has increased rapidly. At the same time, the rural population has fallen dramatically. One explanation for this may be... 3. Please note that Professor Lee's talk on innovations in medicine will be held in room 4. هذه يعني مثلا عينة من الصوتيات اللي انت راح تاخذها. طبعا اكو فتشي بنهاية الكتاب هنا هو نفسية الترانسكريبشن مثلا اللي موجود مثلا على سبيل المثال يعني كل قطعة صوتية انت راح تاخذها كل صوت موجود هنا هذا الصوت مالته يعني موجود عندنا في نهاية الكتاب على شكل مقطع صوتي قراءة حتى انت تقدر تقرأ وبنفس الوقت الطابق الصوتي اللي موجود. يعني هسه راح اراويك مثلا على سبيل المثال احنا جاي ناخذ اليونت 1 هسه بال مثلا ال 1.9 مثلا اللي هي المحاضره رقم 1 من نجي نروح ال 1.9 نروح للليسننج هذه نسمع 1.11 اي قبلها lecture 2 اوكي اللي هي رقم 11 اذا تشوف 1.10 lecture 1 Well, good morning and welcome to the Institute of Computing Studies. I'm going to start by giving you an outline of the first 5 lectures in the History of Computing course. I'd also like to recommend 2 essential books on your computer's ancient and modern reading list. نجي نترجم هذا الكلام على سبيل المثال هنا دورنا احنا Lecture 2 احنا نجي نخلي الطالب يستمع اول شيء يحاول انه يتذكر بعدين نقول له ويل حسنا good morning صباح الخير and welcome to the Institute of Computing مرحبا بك في معهد الدراسات الحاسوبيه I'm going to start by giving you an outline of the first 5 lecture in history of computing course نعطيك يعني بعض الاطور العامه الخطوط العامه عن 5 محاضرات في تاريخ البرمجه يعني ارشح لك 2 essential books كتابين مهمين your computer's ancient and modern reading list فمن ترجمنا هيجي نرجع مثل نفس الملفه هاي مثلا بنرجع لها هيجي يعني نشوف الموضوع صار اكثر سلاسه عندنا بالفهم تشوفون بعد ما افتهمتوا الترجمه lecture 1 Well, good morning and welcome to the Institute of Computing Studies. I'm going to start by giving you an outline of the first 5 lectures in the History of Computing course. I'd also like to recommend 2 essential books on your computer's ancient and modern reading list. اوكي هاي الطريقه المهمه جدا في طريق يعني احنا نجي lecture 2 نقوم بالترجمه the first and most important question is what does business management mean? Does it mean human resources, that is, looking after people at work? Does it mean finance? Does it mean management systems? Well, of course, it means all of these aspects and more. Okay, احنا اللي حدينا نكتفي بهذه. فيجينا مثلا يقول لك lecture 2, the first and most important question. أهم first and most الأول والأكثر أهمية السؤال الأكثر أهمية what does business management mean من الذي يعني إدارة الأعمال does this mean human resources and الموارد البشرية that is looking after people at work يعني اهتمام بالناس في العمل does it mean finance النظام المالي does it mean management system النظام المالي well of course mean all of these aspects and more يعني تضم هذه المحاور وأكثر فمن نجي نعيد الكلام هذا كله هنا باعتبار Okay. What does business management mean? Does it mean human resources, that is, looking after people at work? Does it mean finance? Does it mean management systems? هذا لحد هنا نكتفي بهذا الشيء. فشوفون مثلا يونت 2 هذا بالليسننج عندنا مثلا تقريبا شوفوا هنا عدد الوحدات 10 الاوديو سكريبتس اللي هو النصوص الصوتيه يعني هاي الصوتيه النصوص الصوتيه اللي عندنا
listening عندنا هذا السيد الأول اللي يتكون من حوالي تقريبا 66 ملفة صوتية، وهنا السيد الثاني أيضا يتكون من حوالي أيضا من يعني أيضا 52 ملفة صوتية. هاي الملفات الصوتية كليتين إنه موجودات كترانسكريبت موجودات هنا طبعا. وهذا جمال المنهج أوكسفورد، بأنه أنت من خلال الدمج بين من بين القراءة والاستماع. طبعا بالبداية راح تشوف الأمور ممكن تكون صعبة، لكن مع وجود معلم يحاول قدر الإمكان يكون الواسطة بين يعني بساطتك بالاستماع وبساطتك بالقراءة، ويحاول يدمج لك بين مهارة الاستماع ومهارة القراءة. تبدأ الأمور بسيطة تتوضح لك، وبتبدأ الترجمة تنسال وتنساق على عقلك بشكل سلس جدا. مجرد تكرارية مرة أو مرتين راح تشوفها، ومع الوقت راح تتعامل. لكن مشكلة بأنه طالب الدراسات العليا يعني للأسف الشديد مثلا يعني وقته ضيق جدا، لذلك يعني يقول لي خلصني يعني بس أرد أنجح، وهاي الأمور بعدين عد أنا دار تطور اللغة مالتي. فتخيل شوف عدد الترانسكريبتات عندك بس بالملف الصوتي مالت اليونت يعني العفو الليفل 2. شوف هنا هاي كلها يفترض أنت تفهمها صوت وفهم كلها تقريبا. شوف هذا تقريبا بالنسبة لمستوى الطالب العراقي تقريبا يعني أشوفه في شيء يعني مرهق. لكن بالحقيقة يعني كتعلم لغة إنجليزية كشخص محب لغة الإنجليزية، هذا المنهج العالمي رقم واحد، يعني ماكو أحسن من عنده. ويمكن تسألون أي اختصاص باللغة الإنجليزية يقول له منهج أوكسفورد تعلم اللغة الإنجليزية. هذا النص مع الصوت نفسه مع الترجمة مع التكرارية مع فترة 5 أشهر أو 6 أشهر تلقي نفسك يعني خلال فترة كلش بسيطة بأنه صار عندك إمكانية حتى تسمع البي بي سي والسي إن إن وبدون أن حقيقة تحس نفسك كأنما يحشون باللغة العربية وياك خلال فترة كلش بسيطة. هذا إذا حسبنا نضيف لك نفس الملفات الصوتية مالت الليفل 1 مالت الليفل انتردكتوري أيضا، ونضيف مالت الدكتوراه اللي إن شاء الله راح أشرحها بالفيديو التالي لطلاب الدكتوراه إن شاء الله. عندنا نوعية الأسئلة اللي تجي لطلاب الدراسات العليا اللي بالنسبة للصوتيات، عندهم أيضا أسئلة خاصة listening يعني عندنا هنا مو فقط القراءة، عندما أسئلة الصوتيات مثلا على سبيل المثال يجي يعني يقول له مثلا يجيب له هيك سؤال مثلا يفتح له مثلا يفتح الكمبيوتر أو الورقة. شوف هنا تلقون level testing test اللي هي listening test اللي يستمع أسئلة الاستماع. فيقول له you will hear سوف تقوم بسماع someone conducting survey شخص يقوم بمن بي يعني باستطلاع. choose the best answer وريدك تختار السؤال الإجابة المناسبة لهذا الاستطلاع. فهذا حقيقة السؤال أول من 10 درجات يجي دائما في كل الأنظمة الامتحانية في يعني في كل مكان في العالم، سواء بالآيلتس سواء في الكليات في الجامعات. فينطيك مقطع صوتي وانت تختار. على سبيل المثال راح نختار ترانسكريبت اللي الصوتي اللي له علاقة بهذا الكلام. مثلا هنا الاستطلاع حول الانترنت راح Level 2 اسمع End of course test day اوكي نجي 1.1 Excuse me, would you mind answering a few questions? What about? Okay, يقول لك هل excuse me هل لك أنت يعني تجيب عن بعض الأسئلة؟ يقول له what about يعني عن أي شيء؟ We're doing a survey about how people use the internet. يعني نقوم باستطلاع رأي حق كيفية استخدام الناس للإنترنت. For shopping, banking, keeping in touch with friends and so on. يعني يقول الشوبينج للتسوق استخدام البنكي يعني استخدام الإنترنت بشكل عام. It'll only take a few minutes. أخذ من عندك إلا بعض الدقائق البسيطة. Okay then. What do you mostly use the internet for? Okay, what do you mostly use the internet for? ما هو أكثر شيء تستخدمين الإنترنت لأجل؟ I use it to talk to friends, mostly using Facebook. Okay, أكثر الأحوال أتحدث إلى الأصحاب واستخدم email and chat rooms. Okay, email, الإيميلات البريد الإلكتروني والشات روم غرف المكتب. I use Facebook a lot to see. واستخدم الفيسبوك بشدة أو بكثرة. My friends and family are up to. تحدث مع العائلة والأصدقاء. Sometimes I use the internet to research holidays too. Okay, أحيانا استخدم الإنترنت للبحث في عن العطل يعني الأشياء اللي أقضيها في العطل. To find ideas for places to go and. Okay, to find ideas for places to go يعني أجد الأفكار حول الأماكن التي سوف أتوجه لها. To find hotels. وإيجاد الفنادق. And cheap flights. وcheap flights اللي هي الرحلات الأرخص. And do you use the internet for shopping? هل تستخدمين الإنترنت بالنسبة للتسوق؟ Sure, but only occasionally. Only occasionally يعني مو دائما يعني إلا. What type of products do you buy on the internet?
What kind of product do you buy from internet? يعني شنو المنتجات اللي انت تتسوقين بها من الانترنت؟ Mostly flights for holidays. أغلبها mostly flights on holidays, الرحلات في فترة العطلات. And music for my iPod. أوكي, والموسيقى لأجهزة المحمول أو جهاز الآيبود. Do you use the internet on your phone? Yeah. هل تستخدمين الإنترنت على جهاز المحمول؟ Yes, every day. And can I ask your age range? هل أسألك عن مدى العمر؟ المدى العمر 18 to 24, من 18 ل 24, 25 to 30, من 25 to 30. جاوبته. Thank you very much for your help. Thank you very much. شكرا لك على مساعدة. أرجع وشوف تلقونها صراحة. 1.1. Excuse me. Would you mind answering a few questions? What about? We're doing a survey about how people use the internet for shopping, banking, keeping in touch with friends, and so on. It'll only take a few minutes. Okay then. What do you mostly use the internet for? I use it to talk to. Okay, لحد هنا ننتهي. فنجينا على أساس نجاوب السيرفي هذا. إحنا جايين نمتحن هسه. سمعنا المقطع لمدة مرة واحدة. دورا نيجي على الأسئلة. طلعنا الشاشة هيك كعينة. يقول لك here, سمعنا طبعا here someone conducting a survey, يقوم باستطلاع. The survey is about, الاستطلاع عن من. طبعا هم يعتمد أيضا على الفهم, لذلك دا أقول لكم انسوا كل شيء تعلمتوه بالكليات قبل, بالإعداديات, القائم على القواعد. بس المسألة صارت مسألة استماع, مسألة قراءة, مسألة فهم, مسألة شلون نجيب القاعدة ونطلع المعنى, مو نجيب يعني نركز على القاعدة حتى تكون هي الهدف من خلال يعني الإجابة بالامتحان, حتى يعلمك طريقة التحدث صحيحة, حتى يعلمك شلون تكتب إنشاء صحيح. ماشي. هنا survey about how people, about how people using internet, استخدام الإنترنت. شو تقولون أنتم؟ find the internet, إيجاد الإنترنت, هاي يمكن بعد work on internet, العمل على الإنترنت, أو view the internet, عرض الإنترنت. طبعا بين هي استخدام الإنترنت. she use internet mostly to, تستخدم على أكثر وين؟ shop, بالمحل, talk to friends, حديث مع الأصدقاء, watch movies, مشاهدة الأفلام, listen to music, استماع الموسيقى. شو تقولون أنتم؟ أكيد البي. she buys, تشتري فراغ online, flights, تشتري flights, الرحلات, clothes, الملابس, food, الطعام, insurance, اللي هو التأمين. أكيد أي. وهكذا عندنا هاي العينة من الامتحان. طبعا المقطع الصوتي هذا الأول, أكو مقطع صوتي آخر راح يجيكم, ثاني وثالث ورابع, يعني حسب الباكج اللي موجود, حسب الأستاذ اللي موجود عندكم. لكن كسيستم إحنا داريد ندرس الموضوع هذا بشكل احترافي حتى نسوي تيست للطالب. إحنا عندنا هذه المجموعة المضامين, عندنا هاي المجموعة الأولى, وعندنا هاي المجموعة الثانية, وعندنا هذه المجموعة الثالثة من الصوتيات, وعندنا هذه المجموعة الرابعة من الصوتيات. يعني تقريبا تغطي فترة زمنية, يعني كورس كامل, سمستر كامل حقيقة للصوتيات, وكلها متزامنة مع الكتاب وبكل منتهى التخصصات. يعني الجميل في منهج أوكسفورد لأنه يعني أنت راح تواجه ثقافة شمولية من كل التخصصات, من كل الأفكار, من كل الأبناء, سواء علوم, رياضيات, فلسفة, يعني اقتصاد, تعليم, كل التخصصات اللي أنت تتخيلها واللي أنت ما تدخلها, رياضة إلى آخره من الأمور. أيضا هنا نرجع لكتابنا الثاني في يعني تحديد الأشياء الرئيسية, مثلا في كتابة الإنشاء, كيف يمكن تكتب إنشاء. دائما نعطيك الطرق الرئيسية للقراءة, طريقة الكتاب, استخدام أدوات الربط الصحيحة وتطبيقاتها, هنا استخدام البوصلة. أيضا هنا عندنا هنا newspaper article, تحدث عن الزمن الماضي في هذه القطعة, في هذه القطعة اللي عندنا عفوا. هنا شلون قدر هذا الشخص اللي كان يشتغل في مطار أن يعني ينجو بأعجوبة من الطائرة اللي أخذتها بمحض الصدفة إلى دبي. ماشي. عندنا أيضا التطبيقات عليها, استخدام هاي الأدوات after and unfortunately but so because, دائما هاي يسمونها join ideas, ربط الأفكار, punctuated correctly using capital letters, شلون تستخدم الأدوات الربط, full stop, question mark, علامات الاقتباس. فأكثر شيء هنا يعني نستفيد منه في كتابة الإنشاء. مثل ما تعرفون الأسئلة سواء آيلتس أو مثلا خلينا نقول تويفل أو امتحانات نهاية السنة عندكم, دراسات العليا عندكم سؤال إنشاء, لازم تطبقون بكل يعني القواعد الإنشائية اللي أنتم موجودة خلال هذا المنهج. تجيبون فكرة تعبرون عنها, وتجيبون عدد معين من الكلمات, يعني 150 كلمة, 200 كلمة حسب المعاني.
فهنا كل قطعة بيها واجب في كتابة الإنشاء. يفترض أنه أنتم مع كل نهاية واجب أنه تكتبون إنشاء أو تلخصون أو تزيدون معارفكم، إضافة إلى تسجيل اللحظات الرئيسية القواعد تتعلق بها. هنا أدوات النفي اللي موجودة اللي هي الآن الـ N الـ L مثلا، يقول لك هنا شلون نقدر ننفي هالكلمات، وهي كلها أغلبها تجي على شكل فراغات الـ M الـ R ماشي. هنا هذا اللون البرتقالي ده يقول لك نا successful مثلا ناجح، unsuccessful غير ناجح. نجد مثلا هنا ان الريفيو دائما المراجعه ورا ما تكمل يقول لك تراجع لي، ويعطيك فت قطعه معينه ويخليك اياها بالبولد هنا باللون الداكن، ويطلب من عندك وين تصححها. يجي على القطعه رقم 4 اللي هي المودرن تكنولوجي اللي موجوده، اللي هي تتحدث هنا بشكل عام عن يعني عن التقنيات الحديثه. وقطعه اللي عندنا هنا تتحدث عن الطائرات ماشي والسيارات، ويريد من عندك بعض المفاهيم تفهمها، يعني حقيقه مصطلحات بعضها صناعيه. الإخوان بكليات الهندسة يمكن هنا يكونون يعني أكثر دراية بهذا الموضوع. وبعدين يطلب من عندك يرجع هنا ورا ما أقدم لك القطعة، ترجع هنا تجاوب مثلا على الأسئلة how many what where، استخدام هاي العبارات اللي موجودة أو الأسئلة الموجودة. أيضا تربط من مفاهيمين بين الملخصات اللي هي السمري وبين topic sentences اللي هي يعني الجمل الرئيسية المعلومات، تحاول تربط بأفكار من خلال ممكن يجيب لك سؤال انه اربط المعاني او يجيب لك هذه الجملة ويعطيك هذين الاختيارات وانت لازم تختار واحدة من عندنا. هاي واحدة من الاسئلة المتداولة لدى الكثير من الاساتذة ماشي. هنا يطلب من عندك بعض وجهات النظر، ويتحدث هنا عن التكنولوجيا، عن الـ يعني يقول لك organize your ideas هنا urgent اللي هي الافكار وال يعني الجدالات الى اخره من الامور. write a paragraph against giving ideas in logical order، تقوم بالترتيب المنطقي إلها. هنا يتحدث عن الموبايل فونز، عن أهمية التكنولوجيا الموبايل بحياتنا، إيجابياتها ومضارها، ويطلب منك بعدين هاي الأفكار بعد عن طريقة تستخدم عبارات مثل secondly first of all بداية in conclusion في الخاتمة. يعني هنا مثلا خلنا أكبر لكم إياها شوي حتى تشوفون، يعني هنا يعني أهمية يقسم لك إياها إلى شكل مقاطع، أهمية الموبايل في حياتنا على شكل نقاط firstly secondly اولا ثانيا الى اخره، ويتحدث عن مضاره والاشياء اللي ممكن صارت يعني بشكل ايجابي او سلبي بسبب التليفون. ايضا يتحدث هنا عن يعني التلفاز ايضا والساتلايت. فممكن يجيب لك قطعه بالاخير يقول لك اكتب لي يعني التقنيات الحديثه، الاجهزه الاتصال والبث الحديثه، تجيب كلمات من ذني وانت تستخدم لك يعني طريقه كتابه ان شاء الله، يعني احنا نساعدك بها ذات ريد بطريقة كتابة الإنشاء، وتقدر تكتب لك إنشاء ممكن من 150 كلمة تكون منطقي يعني ينم عن فهم واستيعاب يعني لهذا المعاني. أيضا الفوكيولاري ديفلوبمنت تطوير المعاني، هنا يعني يطلب من عندك الربط بين العمود A وهذا العمود اللي يكون من هالأرقام مع الكلمات يعني finally firstly يعني آخرا أولا، على سبيل المثال however، على كل حال in conclusion إلى آخره. replace the words، قم باستبدال الكلمات، ده يقول لك هاي الكلمات الموجودة هنا هاي طبعا أغلبها مرادفات، يعطيك هاي الجملة ويقول لك مثلا بدل إياها مثلا هاي disadvantage اللي هي مثلا خلينا نقول المضار، شنو الكلمة اللي ممكن تجي هنا تكون مرادفة لي يعني مضار، إنه يقول لك السينما، شوف هاي الكلمة خليها ببالك. ونصيحتي لك إنه كل الأسئلة اللي موجودة اللي هنا ماشي تحفظها تخليها ببالك، إن العلامات من السينما يعني شنو اللي هي نقدر نقول عليها المرادفات الموجودة. فيقول لك replace the words in bold in each sentences with synonym يعني مطابق ما ياها disadvantage مثل هنا outload necessary increase straight away وهكذا. هنا أنا من تجاه المعنى مثلا خلينا نقول necessary ضروري، هنا أنا essential ضروري، immediately حالا outload increases that من drawback يتراجع أو نقدر نقول عليه تأخر وهكذا من الأشياء اللي عندنا. فممكن هنا نقدر بسهولة مجرد فهم الأمور من خلال الرجوع للقاموس نستطيع أن نجد المرادفات اللي موجودة. وهاي الأسئلة اللي يستخدموها دائما الأساتذة، يجيب لك إياها فراغ يقول لك find مثلا خلينا نقول سمم اللي موجود عندك اللي هو يعني المرادف. كذلك الحال بالنسبة للتقنيات الموجودة هنا، اللابتوب، الفايس كنترول تكنولوجي الموجودة، تقنيات التحدث الصوتية وهكذا، تطبيقات كثيرة. المهم انه انت تعرف المرادفات والمعنى، التركيز على اليمن على مقدار كم يعني كمية المعاني اللي انت. لذلك بعض الاساتذة يعني حاول يعني هو انت واللجنة اللي انت تدرسك والاستاذ اللي درسك ايش قد يحاول يقلص لك من المعاني، ايش قد يحاول قد بعضهم يقول لك لا انا طالب دراسات عليا بانه هذا يعني ما يعني لازم انطيه
قدره بحيث انه يتخرج وانه امكانيه عاليه. وانا اقول لك لا والله مو اختصاص وانا اساعده ونطيف قطعتين واشيله. فظلت المساله اذا انت تاخذ الاطار العام فهذا الاطار العام، ظلت الامور تخضع لك وعلاقتك بمن باللجنه اللي درسك والاستاذ اللي درسك. الفقره الخامسه بالريدنج هو يعني نقول كونفرنسز اند فيزيت، الزيارات والمؤتمرات اللي عندنا. اتحدث عن يعني برنامج عمل كامل لمؤتمر، وهنا يعطيك هنا ديفينيشن كلمه جديده لازم تعرفها انه كل كلمه، وطلع التعريفات مالتها من خلال النقاط اللي موجوده عندنا هنا اللي هي باللون يعني الازرق الداكن، هذا ناشونال يونيفرسيتي اوف تركي، المؤتمر الثالث الدولي. لازم تعرف شنو بلينري، ذا تشير اكزيبيشن ان ليكتشرر، وهكذا. هذني نفسيه اللي باللون الداكن تشوفهن، هن نفسيه المعاني فوق اللي موجودات هنا، هن تعاريف نفسيه، هن تعاريف الموجودات. ماشي، لازم تفتهم التعاريف ذني، واضح؟ يعني مثلا يقول لك مثلا is visiting porting to historic places in the city of tourists، إنها زيارة مثلا المناطق التاريخية المهمة في المدينة. فهنا أكيد هي التعريف اللي راح يجي هو site seating، اللي هو هذا. أوكي، هذا التعريف اللي هو الكلمة اللي مطابقة لهنا، وهذه لازم يعني أنت تفهم المعنى، معنى التعريف. فهو راح يجيب لك فراغ ويختار لك أو يقول لك عرفها، أنت لازم تجيب التعريف هاي أنت والأستاذ مالتك. بس ممكن يجيك الباكج الامتحاني هذا، لا هذا يطلب من عندك انه انت تفهم وتنطي المعنى وفقا للاختيارات الموجوده. هذا عندنا رساله رسميه هنا، طريقه كتابه الرسائل. ممكن يجيب لك يقول لك اكتب لي رساله واحده من الانشاءات المرات الاساتذه يطالبونها، اضافه الى ان الرساله تضم بعض المعلومات المهمه اللي يحتاجها حتى المسافر اليوم، فرايف الوصول، ديبارت المغادره، تشيكين يعني طريقة اللي يعني تسجيل الدخول في المطار، المغادرة. فيها معلومات عامة تستفيد في تطوير مهارتك في التحدث في المطارات وغيرها. عندنا هنا أيضا التعريفات المهمة جدا اللي يجيبك هنا، يقول لك سكيم قم عملية القراءة المتأنية، بويم الشعر، ميديكال تكست كتابة. فهاي كل واحدة مقطع ذني من المقاطع تقرأ لازم تفهم وتحدده. مثلا على أساس يقول لك هنا داسفيجيا اللي هي term include both difficulty، كلاهما يعني صعوبة في البلع والألم في البلع. فهذا مصطلح طبي هنا، نرجع نقسم نجيب ذن الكلمات الموجودة، نخلي نقول هذا بالميديكال تكس، هذا ينتمي المعلومات إلما للكتب الطبية وهكذا. كذلك الحال بالنسبة يعني الأمور الثانية، مثل هنا think of beauty، أشياء تتعلق بالجمال، هنا هذا شعر، in conclusion هذا كتاب وهكذا. فهنا ينطيك مفاهيم عامة ولازم انت تسقطها على المعاني هاي، يعطيك جمله ويقول لك ايش النوعيه هاي، هل هي كتاب طبي، هل هي مقاله لطالب، هل هي روايه، هل هي ملاحظات وهكذا. ماشي، هذا بالنسبه. ايضا عندنا هنا دي يميز لك يقول لك اللي هي انفورمال، هي غير رسميه انفورمال. ماشي، ويقول لك هنا تشويز اوف فوكابولري، جرامر ستايل، النظام القواعدي والمرادفات يعني كلمات حروف التنقيط وغيرها من الامور. من خلال من يقول لك من خلال كتابه تشويز ستايل وستايل فروم ذا بوكسز سكرايب underline، ضع خطا تحتها في يعني حتى تحددها من هي الانفورمال من هي الفورمال. مثلا اذا قلنا مثلا هذا كتاب طبي، هذا يعتبر رسمي، يعني فوق ما هو يطلب من عندك مثلا يقول لك هل هو شعر او كتاب طب، يحدد هل هو رسمي او غير رسمي، هل هو ادبي، هل هو اكاديمي، هل هو طبي. مثلا نقول هذا كتاب الطب، مثلا باول كانت كام تو ذا ليكتشر توداي، ما يقدر يجي المحاضره اليوم، not feeling well، لا يشعر بتحسن او يعني بوضع صحي سيء. فهنا هاي شنو الحاله اللي مثلا خلينا نقول، هل هي مثلا خلينا نقول يعني poem، medical text، history box، novel، note، ملاحظة، student essay، نقدر نقول هي هاي ملاحظة. هل هي غير رسمية؟ نعم هي غير رسمية، لأن هي ممكن صدرت من شخص، أما إذا رسمية متعلقة مثلا بجهة حكومية أو كتاب إلى آخره. ماشي، عندنا أيضا بعض التعريفات المهمة هنا، إن writing invitation، دعوة، هذا يعني كتابة بعض الدعوات. تشوفون الأمور هنا جدا يعني مكررة عندنا، رسالة رسمية ورسالة غير رسمية والفرق بيناتهم تشوفون بالبولد. ماشي، وهنا يطلب من عندنا المطابقة. مثلا خلينا نقول شوف دائما نقرأ هاي الرسالة، السؤال يقول looking an expression، أقرأ العبارات matching formal phrases، العبارات الرسمية مطابق لياها. هنا skills، المهارات اللي عندنا، when professional purpose important، مثلا خلينا نقول ويعطيك القواعد هنا اللي أساسية اللي أنت تستخدمها. وبالأخير يطلب من عندك كتابة إنشاء، write a formal email، ويطلب من عندك المطالب الرئيسية في كتابة، يعني هاي لازم أنت تجهز لك إيميل من 75 إلى 100 كلمة، العنوان،
مثل ما أخذنا الإيميلات الفوق، تسوي لك إيميل لكن شكل يختلف شوية، تكتب لنا الإيميل يعني تخبره، tell her أو tell him why you are writing، ليش تكتب له، شنو سبب كتابة، give the details attachment إلى آخر من الأمور. هنا يرجع لك أيضا يعطيك أقسام الكلام، الفعل، الاسم، verb, noun, adjective, adjective, adverb, ظرف. وهنا يقول لك شلون تستخدمها، هنا احنا نسميها البوادئ واللواحق، يعني suffixes واللواحق، يعني هذين مهمات جدا. مثلا يعني move يتحرك، movement حركة. مثلا هنا خلينا نقول nation أمة، national وطني. مثلا necessary، necessity إلى آخره، طريقة تحويل الكلمات، الظروف، الأشياء من خلال إضافة بعض البوادئ واللواحق، يشرحها من خلال القطع اللي موجودة. مثلا هنا يعني عندنا مثلا auto, anti, by, micro, miss, multi, post, re، وكل واحدة من تدخل على الكلمة شلون تغيرها. مثلا autography, autobiography, antiseptic، يعني مثلا على سبيل المثال يعني خلينا نقول الميكروفون، وهكذا. يعني شلون تدخل هاي المصطلحات على الكلمة تغير معناها، ويطلب من عندك هنا تحل هذا السؤال من خلال فهمك للبوادئ واللواحق، من خلال يعني حفظك إلها وفهمك إلها وشلون تقدر تستخدمها. ماشي، يقول لك complete definition، أقوم بكمال عملية اللي يعني تعريفات دني من 1 إلى 10 with example، من خلال هذه الأمثلة اللي موجودة. لازم أنت تعرف هاي المعاني دني الموجودات العشرة اللي هن عبارة عن كلمات زائد البوادئ واللواحق. السفكسس ان البوادئ اكو لواحق وياها ان شاء الله راح ناخذهن تابع اتباعا، بس انا دا اختصر لكم الحديث لان الموضوع كبير. ماشي، نجي الريفيو هذا مالتنا اللي هو هم ايضا رساله، ويستخدم الادوات الربط بيها نانا، وينطينا بعض يعني ينطينا هذا المقطع، ونستخدم هاي الكلمات اللي تحت بين قوسين، ونتلاعب بمن بالنظام القواعد مالها، ونسقطها حسب الزمن الحقيقي مالتها او الاضافه الحقيقيه، نحولها من صفة إلى ظرف وهكذا. عندنا science and word، طبعا هذا يتحدث عن الأرقام، هنا أنا مهمية الأرقام، وأيضا يضيف لنا بعض المختصرات المهمة جدا. نشوف أن المختصرات هاي العلامات اللي هاي lead to، يقود، هذا because، يجيها معناه for example. ماشي، هذه الفائدة من هاي القطعة، ينطيك قطعة عن التلوث ويشرح لك إياها بشكل عام، وينطيك الأسباب، ويسخب لك الأزمة، وينطيك يعني القطعة الأولى تحدث عن التلوث، واحدة عن مشاكل الصحية، واحدة علاقتها بمرض الربو وإلى آخر من الأمور، واستخدام الأدوات maybe و could believers، هاي دائما نشوفونها، يعني هاي المحور القواعد الرئيس. وهنا يقول لك استخدم صح وخطأ يعني بالمقارنة مع الفهم. هنا ينطيك ريبورت تقرير عن حالة يعني حالة الغذاء غير الصحي، ويطلب من عندك إنه تفهم الكلمات اللي موجودة هنا وتحاول تطابقها ويا من ويا الأرقام اللي موجودة هنا اللي مظللة باللون السمائي من خلال الفهم. ماشي، أيضا عندنا هنا ساينس أون ذا ديكلاين، هنا قطعة هنا فوكس على التركيز على العلم وأسباب تراجع الدراسات العلمية. وهنا يطلب من عندك إعادة الصياغة من خلال مصطلح البارافريزز، شوفون هنا هذه المطالب عندك. وهنا يقول لك اكتب لي الملخص يعني من 50 إلى 75 your sentences exercise عن هذه القطعة اللي شفتها. ايضا هنا ينطي قاعده ان الاسم وال يعني ظرف والكونكشن وادوات الربط اللي موجوده عندنا هنا، ويعلمك انواع الارقام. عندنا الارقام العشريه، الارقام النسبه المئويه، وكل من يعطيك المثال عليها، وهذا تجيك بالفراغات او تجيك بالتعاريف او بالاختيارات. هنا هاي ثوابت اللي عندك، هاي انواع الارقام، هو هذا محور اليونت 6. ايضا هنا يعطيك تعريفات لازم تعرفها عن من اولد شوز، احذيه القديمه، هي على الفواكه والخضار، على اول يعني اشكال مرض السل، ويربط لك بين الظرف الفعل والاسم مالتها، ويقول لك اختر كوركت ذا ميستيك، وقم بتصحيح الاخطاء اللي موجوده. القطعه السابعه يتحدث بها عن الزمن الماضي، عن ويليام شكسبير واغاثا كريستي واحمد شوقي، وايضا يسوي لك هذا الجدول حتى يساعدك. هو طبعا يطلب من عندك بعدين انشاء، يقول لك انه ماشي ديكشنري ديفينيشن، يعني وتحاول قدر الإمكان تجيب الكلمات اللي موجودة، اللي هو شاعر، كاتب، كوميديا، تراجيديا. ويطلب من عندك هاي كلها عبارة، مثلا فراغ is a play film that make you laugh، يعني شيء يخليك دائما تضحك، أكيد الكوميديا. ويعلق عليه من خلال هاي القطعة اللي موجودة، وتركز لي على الكلمات اللي هنا باللون الداكن الأسود، اللي هن الكلمات اللي يطلبهم بالقطعة السابقة. يعني نرجع لهاي الكلمات اللي بالأسود، ماشي، هن اللي يطلبهم ذنيا، يعني شوفهن ان الفراغات اللي موجودة دني ان موجودات بالكلام
اللي موجود هنا نبي القطع A B C D. نجي هنا مثلا ويليام شكسبير English playwriter كاتب كاتب يعني روائي. هنا تراجيديا يعني منجي على تراجيديا مثلا هنا نجي كوميديا مثلا بويت مثلا بيستسلرز كوميديز هنا وهكذا هاي الكلمات يعني الدوكيومنتد اللي هي قلة التوثيق وهكذا. فمن نرجع هنا نجد بأنه مثلا على سبيل المثال إذا مثلا إذا فراغ إز ساد بلاي إنها مسرحية حزينة ذات ساد إندينج بنهاية حزينة يمكن نقول له تراجيدي. فإن الكلمات اللي بالأسود نجي نطابقها هنا وهكذا. ينطينا أيضا يعني طريقة البحث في محركات البحث العالمية مفردات الإنترنت هنا من خلال بعض التطبيقات. عندنا الأسئلة اللي يستخدمها أيضا. يكمل لنا التعريفات لماري كيور وعندنا زين زيدان وعندنا فريدريك روجر فريدريك لاعب التنس. وأيضا نطلع من عنده هذا يعني طريقة كتابة البايوغرافي السيرة الشخصية للإنسان ويطلب منك بعدين تكتب عن نيلسون مانديلا بالأخير من خلال كتابة يعطيك عينة اللي هي نيلسون مانديلا. بعدين يطلب من عندك كتابة 150 كلمة الريفيو مالتك خلال هنا من خلال فهمك لبعض الشخصيات العالمية أي مخترعين على مستوى العالم يوسع مداركك وثقافتك بهاي المنطقة ماشي. ويعطيك كم هائل من المفردات وإنه تدري تدخل لأن الكلمات يعني ممثل فنان رسام كاتب وإلى آخره من الأمور. القطع رقم 8 حبيبي هنا يتكلم على التكنولوجيا العامة The World of IT تاريخ يعني العالم التكنولوجيا العالمية. هنا يتكلم عن Reading عن التقنيات العلمية عن تطور العالم التكنولوجيا. هنا CPU اللي هي وحدة Central Process Unit CD Compact Disk USB المختصرات العالمية يتحدث لك عن الكمبيوتر تعريفه ويعطيك قائمة بالمختصرات اللي موجودة اللي تتعلق بالكمبيوتر ويبدي يسألك بعض الأسئلة عن مخاطر الكمبيوتر ويستخدم هاي الضمائر اللي مساء أخذناها كعينة شنو this المنع ايديا they المنع ايديا this المنع ايديا this وهكذا. من خلال هذا الفهم نحاول قدر الإمكان نربط بين من بين الضمائر والأفعال وبين المعنى العام. كذلك الحال بين هنا benefits of wireless technology أهمية التقنيات اللي يعني غير مربوطة احنا نسميها تقنيات الوايرلس. يعطيك قطعة وينطيك بعض الأشياء عليها وهنا يطلب من عندك شيء اسمه جديد عندنا هنا سمينا الكوس اللي هو السبب والنتيجة. يعني مثلا نقول ذهب إلى بغداد بسبب خلينا نقول نيو دكتور يبحث عن طبيب فهذا يسميه كوس وريزولت. هذا استفاد من عنده في كتابة الإنشاء يعني يقول لك as because هاي أسباب since نظرا لريزولت والنتيجة. مثلا شنو الكلمات اللي تتعلق بالنتيجة as result كنتيجة لذلك consequently ونتيجة لذلك وهكذا. فيطلب من عندك إنه تعرف المصطلحات اللي تستخدمها للسبب والنتيجة ماشي. وهاي القاعدة الرئيسية اللي تستفاد من عندها في فهم هذه الطريقة وفي كتابة الإنشاء ويعني ملء وحل التمارين. يعطيك هنا نربط بين المختصرات اللي موجودة وبين الكلمات اللي موجودة مثلا اي جي على سبيل المثال يقول هذا بي و اي جي هيجي و اي اي مثلا خلينا نقول استمر اي بد يعني كأنما مكرر اتسترا يعني نقدر نقول عليها وهلما اليك يعني الى اخره وهكذا هي اتسترا. فتقول لك الطابق بين الكلمات هذا ايضا يجيب لك اياها واحدة يكون لازم تعرف مطابقة ذني. ويقول لك طابق لذني يقول لك يسمونها ذني الابريفيشن يعني شنو المختصرات هذا المصطلح لازم تعرفه ماشي. صار عندك سينمون صار انتمون صار عندك مختصر اللي عندك ابريفيشن صار عندك اقسام الكلام. فهاي الكلمات اضافة الى المعاني لازم تعرف المنشطات الرئيسية مثلا شنو معنى ابريفيشن يعني مختصرات واضح. فانت مثلا اي بي دل اتسترا هاي يسمونها الابريفيشن وهذا مختصرات عندنا الحاسوبية سي بي يو سنترال بروسيسنج يونت وهكذا رام الراندوم اكسس ميموري وهكذا. لازم تعرف التعريفات اللي هم يطلبهم منك واضح. تجي الدور على الريسيرش البحث ايضا هنا طبق عندك بعض الاشياء خاصه بالبحث جماعه النشر بالبحوث الاجنبيه. هاي طريقه كتابه الانشاء طريقه كتابه الهوامش. فطريقه الكتابه هذه يعني لازم تعرفها يعني يقول لك مثلا هاي الكتابه موجوده فوين الخطا اللي موجود الكوما افتر ذا اوثرز فاميلي. تاخذ هذا النمط تعتبره ككلاس صحيح وبعدين تشتغل عليه تطبيقاته ماشي. هذا بالنسبة لليونت 8. نجي دور الريفيجن على التقنيات لازم تعرف ليزر دنتستي تكثيف الليزر يعني ديث اوف جايد بوكس يعني نقدر نقول عليه اهمال او موت الكتب وجت التقنيات الجديدة. فهذا نقدر نقول عليه مراجعة للكلام ويستخدم تشوف هنا التركيز على الضمائر ضمائر الفاعل بالموضوع. تشوفونك هنا عندنا هنا ايضا هنا المختصرات يرجع لهم يؤكد عليهن ماشي.
invitation اللي هي هنا اللي هي الاكتشافات. هذه القطعة تأكد على زمن المبني للمجهول في المضارع والماضي. استخدام يعني يشوف هنا ask yourself why you are reading، لماذا تقرأ. الأمور هذه يعني حاول تركز على فقط اللي أنت تحتاجه بالفهم بالقراءة. تروح لجوجل دايركت للقطعة هنا old fashion sequence، الأشياء يعني behind modern technology، أسباب اللي هي كانت وراء تطور التكنولوجيا الحديثة. ينطيك في التقنيات يعني جماعة هندسة الكهرباء يمكن هنا يحضروننا بالموضوع عن الموجات وغيرها. وبعدين يطلب من عندك إنه تفهم الزمن هذا مثل is are that past principle participle، الماضي اللي نقدر نقول عليه التام. وهنا أنا was where that past participle، وهكذا اللي هو اللي استخدم في يعني التعبير عن المكتشفات هذا الزمن. يعطيك هذه القطعة اللي موجودة عن صناعة الزجاج وصناعة الصابون كتابة. واستخدم هاي الأدوات المهمة جدا في الكتابة اللي هي firstly أولا next التالي، حنسمونه التمنه التدرج في مراحل الأشياء. يعني يقول لي أنا مثلا على سبيل المثال دا أسوي كيكة، أول شيء أجيب العجين الطحين، بعدين أخلط مي، أخلي خمرة، أحط شكر. هاي نسبه firstly next then after that finally، بالأخير صار عندنا كيكة حلوة مثلكم يا طيبين. أوكي، فالشغل هيك يعني باللغة الإنجليزية بهذا المنهج نوعا ما صعوبة به، بس يراد له شوية يعني تفاهم مع الأساتذة مالتكم وتفهم المعنى بشكل عام. يعني انت بدون يعني explanation والفهم يمكن يساعدك مشكلة. عندنا هنا تشوفون القواعد، ينطيكم اياها باللون البنفسجي هذا، وبعدين يعطيكم التعريفات ويقول لك هنا وظيفة complete the sentences، اكمل الجمل وهكذا. نجي على يعني القطعة اللاحقة اللي هي travel and tourism، يتحدث بها عن احصائيات عن السياحة في تركيا، عن فرنسا، عن المانيا، عن الولايات المتحدة. القاعدة الأساسية اللي موجودة هنا باليونت هذا هو احنا نسميه statistics الإحصائيات international tourism، يعلمك شلون تقرأ الاستاتيكس جراف يسمونه، في طريقة قطعة جرافات الأرقام عن طريقة قراءة الإحصائيات الرياضية بال يعني فهمك. تستخدم مثلا فول انخفاض دروب هاي بالأسهم بالبورصة بالمعدلات درجات الحرارة، هذه يعني نقدر نستفيد منها. increase تزايد rose dramatically بشكل تزايد steadily synonyms increase، شوف هنا ده يقول لك المرادفة والمعاكسة وإلى آخر من الأمور بالنسبة للكلمات هذه. تحديد الخطوط match expression، قم بمطابقة التعبيرات اللي موجودة هنا وإلى آخره. يعلمك نعطيك chartات هنا chart، هذا يسوي chart الملخص البياني وهكذا. هذه كلها ملخصات يعني. هذا اللي موجود على مكسب منهج أكسفورد هيدواي ريدينج اللي هو تعتبر المركزي الأساسي ماشي. وهذا بالنسبة للهيدواي الليسنينج اللي قلت لكم عليه الأساسيات ذني ترانسكريبشن مالتا، لأن البقية كلهن موجودات خلال يعني القطع هذا ال من نجي يعني نبحث عنهن. يقول لك لسن، شوف هاي العلامة، كل علامة سي دي هنا مثل كل علامة سي دي ارجعوا لها تلقونها بالأخير مكتوبة، وكل علامة تلقونها مكتوبة، وبعدين إذا تريدون تطابقونها ويا الصوت مالتها ترجعون ويا الملف الصوتي اللي ممكن تاخذونه من الأساتذة مالتكم، أو ممكن تحملونه أو تشترونه من الإنترنت، لأن الباكج مال هيدواي أصبح اليوم يعني حقيقة يعني موجود بس بندرة جدا. يعني أنا بيني وبينكم هاي الباكج اللي موجود أنا يعني ما أقولكم يعني حصلته بسهولة، جمعته طوال سنوات وبعضها أخذته يعني اشتريته وبعضها يعني حصلته. فبالتالي المسألة يعني إنه أشياء إن ما توفروا الكتاب، اللي يعطوك الكتاب الورقي ويقول لك إنه أنت اشتغل على الموضوع، لكن كباكج عام لك أنت كأستاذ إن نفسك تريد الدرس لا، يحتاج من عندك كثير من العناء وكثير من الإرهاق. أرجو إنه ما طلت عليكم أحبائي، وأتمنى لكم إن شاء الله كل الخير بهذه الأمور. وأي سؤال أي استفسار عن هذا المنهج، أهم شيء تركزون على الريدينج، على الليسنينج، على الباكج مالت الليسنينج هذا اللي موجود، الليفل تطورونه من مهاراتكم وتعلموا اللغة الإنجليزية، والباكج مالت الأسئلة اللي هو القائم عليه من على الكمبرهنسف الاستماع على الكمبرهنشن عفوا على الفهم والاستماع ويعني وترجمة هذه المعاني وقراءة هذه يعني هذا النمط. يعني هاي الأسئلة يكون أنتم تحاولون تحصلون عينات من أدها وتحاولون تترجمونها يعني تبرمجون نفسكم عليها. فالمسألة ليست باليسر يعني حقيقة مع يعني تزاحم المواد عندكم، إضافة لمواد الدراسات العليا، بيبراتكم الأسبوعية، بحوثكم نهاية الفصل. لكن إن شاء الله أنتم يعني عندكم نوع من القوة والإرادة إن شاء الله اللي تقدرون من خلالها أن يعني تقدرون بالمحصلة أن يعني
تنجحون بهذا المنهج. وحقيقة بالسنة صار توجه بأنه هذه المادة بعض الجامعات كانت ما تحتسبها بالوحدات، لكن الآن أصبحت جزء من نظام الوحدات ودخلت بالمعدل الرئيسي. أتمنى لكم كل الخير والسلام، وأي تواصل رقمي موجود 07831 7273، إذا تحبون تتواصلون معي على أي استشارة أو مساعدة أنا حاضر معكم. سام ساعد دكتور حيدر المجيد أستاذ مادة هيدوي دراسات اللغة الإنجليزية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.